استنى استنى استنى، طلع 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 طلع. انا مش عادي هنا. الطرف هذا هيك عجاجي. هاي هاي. ايوه اللي بعده. انا مش فاضي. واو، مسخن من الصفر اصوله 100% بشهي. خبز طابون بلدي طري بشهي وبالبيت. طحين ابيض، سمر، ملح، الخميرة وماني، زيت زيتون، نريحها ساعتين. العجينة عندنا خمرت وجاهزة. وين الحجار؟ دقيقة وين؟ دقيقة، هاي الحجار البحر الأبيض المتوسط، لو تعرفوا قصتهم هدول. نحطهم جوا صينية، بدخلهم على الفرن عشان أحميهم. بنرش طحين، نقطع العجينة، ريحهم 10 دقايق. سخن يعني بصل، والثانية بدي اقطع بصل ودموع. بكره اقطع بصل، هاي مشاعري حاليا. كثير زيت زيتون، احط ورق غارك وقرفة وهيل، حملح البصل، قطع دجاج، معلقة صغيرة بهار مشكل. وبنستنى ليستوي الدجاج والبصل. عملي لنا هو البصل. يلا. ما لازم يكون بلدي. شوفوا الدجاجة كيف تحمرت. أنا شوف يا عيني، ويلي الريحة. رشة سماق زيادة. زودي زودي. استنى استنى استنى، طلع 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 طلع. أنا مش عادي. تفضلي مدام. ايوه ايوه، افرد افرد. تفضلي تفضلي. اللي بعده سماق وعك سخن. والله انها كيك. والطرف هذا هيك عجاجة. هاي هاي. ايوه اللي بعده. انا مش فاضي. واو،